مرحبا بكل متابعين قناة كوك تي في على اليوتيوب. اهلا وسهلا فيكم، فيديو جديد وخبر جديد والحلقة الاولى من فقرة جديدة، فقرة The Pick of the Day. نشر مشيع الغامدي هاي الصورة على الانستغرام، الاولى اللي تجمع عائلة مشيع مبسوطين والثانية اللي تجمع عائلة انس واصالة مصدومين، حيث سبب الصدمة هي المقالب اللي عملوها عائلة مشيع فيهم خلال زيارتهم لبيتهم. فكتب مشيع على الصورة: اعذرونا على المقالب اللي سويناها فيكم. حيث فيديو المقالب واللقاء موجود بقناة مشيع وقناة انس واصالة على اليوتيوب. حاش كل المقالب طلعوها شوفي. تدري مات صباح الباب. اوكي برافو عليك. تنظروا الى الجوبرو وتقولوا كلمة السر: شنطة كوكو سلامولي بابا. أما شيروف وعم يعيش أجواء كتير حلوة بدبي، فنشر هاي الصورة ووعد متابعينه بفيديوهات نار راح تنزل بقناته على اليوتيوب قريبا. من قبل أيام نزل عبد الله هاي الصورة اللي أعلن فيها لمتابعينه أنه مسافر لوحده لليابان، وبعدها نزل عدة صور، ولكن الصور كانت عبارة عن فوتوشوب، ولكن متابعينه صدقوا أنه عبد الله مسافر لليابان وأن الصور اللي صورها صور حقيقية مو فوتوشوب. وبعد يوم اعترف عبد الله وعبد العزيز أنه كان عبارة عن مقلب، حيث نزل كامل بقناتهم على اليوتيوب بعنوان: مقلبت متابعيني أني سافرت اليابان وأنا في غرفتي. أما أوزيكس فنشر مقطع من فيديو كليب تبعه لأغنية إنساني، حيث اعتذر لمتابعينه عن تأخره عن تنزيل الفيديو كليب لأنه كان مشغول بحفل تدشين الفيديو كليب. وهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا تضغطوا على زر السبسكرايب لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول، وزر اللايك لتشجيعنا على تنزيل الأكثر.